تسجيلات حرز الله هي الأفضل. والله يا بايا 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 يا با والله الهلا الهلا ابو خالد تبنو تلاها وعن ضيوفه بعمره ما تلاها الهلا ابو خالد في بنو تلاها وعن ضيوفه بعمره ما تلاها على راسي والله دار العمري يا ابو خالد وصلنا تلاها لقينا الكرم فيها والأدب إن شاء الله يكونوا سامعين أحبابنا إن شاء الله فارس يا ابو فارس يا فاتح باب بيته وجوا القلب يا ضيفان بيته والله واذا الشاعر واذا الشاعر بمدحه قال بيته بظل مقصر بحق الطيور يلا قبلوا صلونا شوي صدقوني ردوا عليه بس اسمعوني أي شواد عودي يلي انقطع وصفة يا قلبه مثل ماء النبع وصفة يا شواد يا عم العريس يلي انقطع وصفة قال يا قلبه مثل ماء النبع وصفه والله واذا بيدوس يا جواد اذا بتدوس عالصوان وصفه الصقر من دوس تزلزل وذاك والله يا أجود الخير في وجهك والفروح يا أجود الخير في وجهك والفروح تهون الروح لعيونك والفروح والله بلاد الماء لك فيها والروح ده الشرقة مساكن للغرام ورا ربعين هنايا ربعينا سلام لينا وتبقى لينا هنايا ربعينا سلام لينا وتبقى لينا وطير حبات يا ابو فراس
باي ما احلى ليالينا وعي الافاضل والكيرة يلا يا وصلوا ارحابنا ربعي الهنا يا ربعنا سلام لنا ودوم لنا.